في ليلة المتاحف التونسية تجلى المتحف الأثري والإثنوغرافي بالمكنين ليلة البارحة في صورة مغايرة حملت رواده وزائريه عبر محطات تاريخية وأزمان متعددة وأحيت في النفوس الشوق والحنين لتاريخ المنطقة القديمة. في المتاحف هذه يجيها الزوار على الأقل يلقى أنشطة ثقافية فيها، يجيب صغيراته كيف يتعرف على الموروث التراثي للجهة هذه. الصغار عندهم نصيب من الأنشطة هذه، الكبار كيف عن أنشطة موسيقية كنت تشوفوا فيها، عن معرض للفن التشكيلي كيف كما قلنا المتحف الأثري بالمكنين هو متحف ضارب في التاريخ، يمثل تاريخ جهة المكنين. المتحف في صورة أخرى الليلة، جينا كنا نزوروه دورة صغيرة مع صغارنا، نقراو شوية ديزافيش ونخرجوا. الليلة صغارنا عاشوا فيه، ريناه، شافوا التراث القديم وشافوا التراث الجديد، شافوا لباسنا التقليدي، شافوا طرق حياتنا القديمة. الصاغة في المكنين مميزة في المتحف، معناها لي بيان ريبريزونتي، ممثلة بطريقة ممتازة برشا. بادرة باهية وسهرية مزيانة، وتعرف الصغيرات وتذكر الكبار، وسهرية الليلة سورتو فما برشا، معناها سي محمد جلاس يدخل عطانا لمحة على تاريخ المكنين وشوية على سقيفة اليهود في المكنين اللي برشا ما يعرفوهاش، والبلاد العربي وسوق الذهب. عندنا مكنين زاخرة بالثقافة وكل شيء. وبين أروقة المتحف وما تحمله من مخزون تراثي، استمتع الحاضرون بوصلات موسيقية تونسية وسط أجواء متميزة، إضافة إلى جولة عبر لوحات تشكيلية ضمن معرض جماعي للفنون التشكيلية وغيرها من الفقرات المبرمجة لتحاكي ما تسخر به المكنين من تراث مادي ولا مادي. متحف المكنين هو معروف بالحاجات المادية ولا مادية بصراحة الاثنين، خاطر فيه الفخار، فيه اللبسة التقليدية، فيه معناها كل ما يهم مدينة المكنين والحضارة القديمة التونسية، معناها راس جدودنا، معناها الكل موجود في المتحف. عندنا اللبسة الزمنية متاع المكنين متاع تونس، اللبسة العربي، التخليلة، الحولي القديم موجود برشا في المتحف متاع المكنين، مستحفظين عليه والحمد لله. وللتذكير فإن متحف المكنين المدرج حاليا ضمن المسلك السياحي سيتدعم لاحقا بإدراج عدة معالم أثرية على غرار المعالم الإسلامية والكنيسة اليهودية وسوق الذهب، وهو تراث لا مادي تنفرد به المكنين.